كل شيء مبروك على بلدية البيض، عتبة مربوحة إن شاء الله. هذه هي القائمة الإسمية. المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري: فئة الأكثر من 35 سنة. فلا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد مثل أنواع هذه الفيديوهات، أخبار العاجلة الجزائرية، سكن، عدل والتقاعد، وكل ما يخص أخبار أخرى. فشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. انتظروني في فيديو جديد بحول الله.